السلام عليكم. ها نحن عدنا، راح ندير اهداء لهذا اصحاب القبه، راح ندير لكم مفاجاه يعني شفتها هنا في النواحي الباريزيه في المحل التجاري اسمه القبه. شوفوا هذه التسميه، هذا ربما مولود في القبه، فمحلات يسمها كلها القبه. شوف هذه هداه لناس القبه كوبا. ندخلوا شوفوا داخل، شوف شوف المحل هذا زرته ما قريب من 3 سنوات، لكن سقسيت مولاه ربما بن عمنا زيد القبه، خدامين في جزائريين، وراح ندير لكم مفاجاه لصاحب القبه منطقه فالبين 94 عنده ما يبيعوا الماركه. شوف 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 راح يسلم عليكم. شوف محل كيما ودينين. السلام عليكم. السلام عليكم. مباشر على المباشر توانسة المغاربة تزيريا وتقول حق قبة. قبة. السلام عليكم. ما كنت تشوفوا محل يبيع كل ماركات في فيليبين. هذا فيليبين هنا 94 ما شاء الله. شوف شوف اهدا اصحاب قبة. السلام عليكم. جلال. تعيدنا. تحية الجزائر. تحية الجزائر. كلهم بحال بحال. بارك الله فيك. المهم خلطنا نشوف فيك. شوف تسمية على اسم المحل القبة، هذا مولا زيت القبة على حسب. شوفه أم الناس خويا أمين، على اسم القبة؟ قبة على الكارتي تاع الجزائري ألجي سما زيت القبة سيدي. المهم هذا خونا محل اكسكلوزيف. جلال السلام عليكم. السلام عليكم. أمين. السلام عليكم اخي. السلام. صحيح. المهم هذا محل القبه اللي حبوا تضربوا دور هنا فيليبين، واسم القبه اهداء لاصحاب القبه و48 ولايه. شوف شوف هناكم مشروبات. السلام عليكم خوتنا. السلام عليكم.